نروح لتقرير عن جمهور كرة القدم اللي يمكن دايما يعني بيفتكروا المباريات التاريخية اللي لعبها المنتخب الوطني أو الأندية المصرية في أفريقيا تحديدا خلال شهر رمضان الكريم. من الماتشات دي ماتش زيمبابوي الشهير اللي اتلعب في تصفيات كأس العالم سنة 1994، ومباراة الأهلي والترجي التونسي في 2001، ويمكن اللي اتلعبت على استاد رادس. تعالوا نشوف التقرير ونرجع ونكمل مع حضراتكم. شهر رمضان المبارك دائماً ما يأتي بالعديد من الذكريات الرياضية، ودائماً ما يحمل مباريات كروية لا يمكن نسيانها. من المباريات التي تظل عالقة في أذهان الجماهير تلك التي خاضها المنتخب الوطني عندما واجه نظيره زيمبابوي في شهر رمضان المبارك عام 1993 في تصفيات كأس العالم 1994 التي نظمتها الولايات المتحدة. كان المنتخب في المركز الثاني برصيد 7 نقاط متأخراً عن صاحب المركز الأول زيمبابوي بنقطتين، ويحتاج الفوز للتعادل معه في النقاط والصعود بفارق الأهداف. واحتشدت جماهير مصر عن آخرها في مدرجات استاد القاهرة، وفضلت الإفطار على مقاعد المدرجات لضمان حجز مكان مبكر لمتابعة مباراة المنتخب. تأخر المنتخب بهدف عن طريق إيجنت ساو في الدقيقة 5، ولم يخرج لاعبو المنتخب من الشوط خاسرين، فأحرز أشرف قاسم هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 32، وعزز حسام حسن النتيجة بهدف التقدم في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب بهدفين لهدف واقتراب تكرار إنجاز الوصول لمونديال 90 بإيطاليا. إلا أن مصر دفعت ثمن طوبة طائشة ذكرها حكم اللقاء في تقريره، وألقيت من المدرجات لتصيب مدرب منتخب زيمبابوي، وهي الطوبة التي كانت كفيلة باتخاذ الاتحاد الدولي لكرة القدم قراراً هو الأول من نوعه في تاريخه، وكان بالفعل الأول والأخير بإعادة المباراة في أرض محايدة. كاس يلا كاس ويلعبها حلو حسام حسن وجول حسام أوبا! تعد مباراة الأهلي والترجي التونسي عام 2001 التي أقيمت على استاد رادس من أقوى المباريات التي أقيمت في شهر رمضان المبارك. نجح الأهلي وقتها في العبور للدور التالي من البطولة بعدما خطف التعادل الإيجابي بهدف لمثله من الترجي التونسي في نسخة دوري أبطال إفريقيا عام 2001 عن طريق تسديدة رائعة من سيد عبد الحفيظ من خارج منطقة الجزاء ليتأهل الفريق للدور النهائي ويحقق البطولة بعد الفوز على سان داونز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية بالقاهرة. بإذن الله الهدف الأول للأهلي مع الدقيقة 37 هوبا بيبو والهدف الأول خالد بيبو الدقيقة 37 ضربة جزاء والهدف الأول للنادي الأهلي. وكانت أهم مواجهة لفريق الزمالك أمام الرجاء المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2002، وتعتبر من المواجهات التي لا تنساها جماهير القلعة البيضاء لأنها كانت سبباً رئيسياً في تتويجهم بالبطولة. أقيمت المباراة على الملعب الرياضي محمد الخامس في 30 من نوفمبر 2002، وكان يوافق 25 من رمضان. كان الزمالك خلال هذه الفترة يضم عدداً ضخماً من النجوم بين صفوفه، بالإضافة للمدير الفني كابرال الذي كان له بصمة واضحة مع القلعة البيضاء وتوج معهم بالعديد من البطولات. وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وأقيمت مباراة الإياب في استاد القاهرة الدولي بحضور 100,000 مشجع، وتوج الزمالك بلقب البطولة بهدف تامر عبد الحميد.